عشرات الكيلومترات يقطعها هؤلاء الشباب القادمون من قلب مدينة تعز إلى الضواحي مروراً بالجبهة الغربية من المحافظة. من هنا عبر هذه الطريق الوعرة يعبرون لإيصال موقفهم للجيش الوطني من أفراد اللواء 35 والمقاومة هناك، ممتنين كما يقولون على كل ما يبذلونه لتخليص المحافظة من الميليشيا. تأتي هذه الزيارة تزامناً مع الانتصارات التي تحققت في مركز مديرية المسراخ ونجد قصيمة أيضاً لمساندة الجيش والشد على أياديهم لاستكمال ما تبقى من مناطق الجبهة الغربية وصولاً إلى فك الحصار الذي تفرضه الجماعة الانقلابية على المدينة. تكللت الزيارة بالشكر لهذه التضحيات بتكريم قيادة اللواء 35 ممثلة بالعميد الركن عدنان الحمادي والضباط والأفراد المنضوين في إطار اللواء من كل مناطق تعز. شباب قافلة التحدي لم ينسوا أسر الشهداء وجرح الحرب من بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل تحرير الوطن، فكرموهم أيضا عرفانا لهم بما قدموه. وتحث أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ميادين البطولة والتضحية والفداء إلى مزيد من البذل والعطاء والسعي لفك الحصار عن مدينتنا الصامدة تعز وإنقاذ سكانها المدنيين من القتل والقصف والحصار والترويع والتجويع. وثقتنا كبيرة بكم وبكونكم قادرين على أن تهبوا لإنقاذ إخوانكم المحاصرين في مدينة تعز. الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، النصر للجيش الوطني. إن تعز تنتظرنا وإن شاء الله نستكمل مديرية المسراخ ونتجه باتجاه تعز إن شاء الله. وهذه القافلة هي عامل معنوي للأفراد والناس في كل جبهة القتال. وهكذا اختتمت الرحلة برفقة القائد العسكري البارز عدنان الحمادي بزيارة لبعض المناطق المحررة في مديرية المسراخ، قدم فيها الشباب الهدايا وشدت أصواتهم بالعزة والتحدي رغم ألم المدينة. لكنها تعز التي رغم الأنين جسم التحدي بشموخ المخلصين. يعني كم سمع الحملات اليوم؟ من هنا عاد الشباب أدراجهم من ذات الطريق الوعرة التي يجتهد هؤلاء المقاتلون على طريقتهم فك ولو جزء من الحصار على المدينة. أنيس العلواني، قناة بلقيس، تعز.